سؤال، وانت موجود الملاحظ جوه الملعب بالنسبه للاعبين، يعني البعض بيشوف ان الروح ليست كافيه لانك تكون ند قوي للمنتخبات الكبيره ما بعد ذلك، انت وانت موجود في الملعب ايه اللي انت ملاحظه في الجزئيه دي، او انت ملاحظه على اللاعبين او بص الشكل كابتن الفني؟ هارون، يمكن الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها ديت يمكن انا من قبل المباراه اتقالت لي، من بعض الافراد البعثه اللي موجوده قبل المباراه، ان في بعض اللاعبين مش مركزين شويه في البطوله. اتقال لي تحديدا كده وصف ان ثلاث او اربع لاعبين من ضمنهم طبعا محمد صلاح هم اكثر الناس الحريصين خلال الفتره اللي فاتت ان الامور تتحسن وان يبقى المنتخب يظهر بشكل كويس. وتقال لي كمان ان محمد صلاح كان عنده تركيز كبير واجتمع مع اكثر من لاعب وطالبهم ان الامور تتحسن في مباراه غينيا بيساو. لكن في نفس الوقت اتقال لي طبعا ان ما فيش في البعض الاغلب عنده زي ما بقول لك كده حاله من مش عايز اقول استهتار، لكن ما فيش الهدوء جديه شويه. كافيه يعني خلال ادائهم في هل تصريح كروش اللي هو ان انا جاي لكاس العالم فقط ده ممكن يكون سبب اسلام ممكن بيكون يعني بيتردد في عندك؟ مفيش شك يا فاروق. لا عايز اكمل لك ان جمال علام رئيس اتحاد الكوره اللي هيرجع بكره وهو رئيس البعثه وهيكلف اللي هو مشهور عضو مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه البعثه، يعني برضه في ازمه كبيره بينه وبين كيروش خلال الفتره اللي فاتت، ويمكن هو منع كيروش ان هو يظهر قبل مباراه غينيا في احد القنوات الفضائيه، وحصل وعلى غير يعني ما تردد او ما اعلن الجهاز الاداري للمنتخب ان ما فيش ازمه ما بين جمال علام وكيروش خلال الايام اللي فاتت. النهارده انا اتاكدت من احد شهود العيان اللي كان واقف وقال لي ان جمال علام قال كده بالنص، قال ان ما حدش هياخد، وقال ووجه كلامه لكروش قال له انا رئيس البعثه وانا اللي اقول مين اللي يطلع ومين اللي يظهر وانا اللي اختار التوقيت. وحصل نقاش بين وبين كيروش قبل مباراه غينيا بيساو، قال له فيه كيروش ان انا عايز اطلع واوضح للناس سوء الاداء امام منتخب نيجيريا. لكن جمال علام قال له مش دلوقتي خالص، وبعد مباراه غينيا تبقى تطلع تتكلم زي ما انت عايز. فده بس دي واقعه كان دي برضو الفتره اللي فاتت البعثه او المسؤولين عن المنتخب الوطني نفوها، لكن انا اتاكدت منها النهارده. هي اصلا انا شايف ان استاذ جمال تعامل صح مع الموقف ده، لان فكره انك تطلع وتبتدي تبرر ايه اللي حصل هتلاقي نفسك بتخرج بره تركيزك، اللعيبه هتخرج بره تركيزها، وبالتالي انا شايف انا بقول لك انا معلومات وانا متهيألي من مسؤولين داخل اتحاد الكوره كابتن فاروق ان هم مستعين جدا من تصريحاته، هم بيعتبروا ان كيروش ما بي لا يجيد التصريحات، وان هو الفتره الاخيره كمان عايز يبرأ ساحته من الاداء الخاص بالمنتخب، وطبعا تراجع الاداء خلال سواء في البطوله العربيه او سواء في بطوله افريقيا. الله هو كان عايش في ميغا يا عم اسلام، هو ما كانش حد هيحاسبه من الناس اللي مشيت وقالوا له بلاش مالكش دعوه بالبطوله العربيه ولا البطوله الافريقيه، وكان قاعد حاطط ايديه ورجليه في ميه البطيخ. انما دلوقتي لا، ناس بتكشم له وبتقلب الوش وبتحاسبه وطريقه اللعب وفلان يلعب وفلان ما يلعبش. جمهور مصر ومصر يا كابتن في الكوره، ما انا بقول لك اهو ما فيش حد يعني ما انت الناس يجي كده يزعلهم بسهوله. الناس دي اتحركت بناء على ايه يا فاروق؟ لان جمهور مصر كله غاضب طبعا. انما لو انت كسبت كان كله هيقول لك خلاص طالما كسبنا خلاص. وده دور استاذ جمال طيب جمال علام طبعا ان هو يقوله بالروح الوطنيه وراجل مسؤول لازم ينقل للمدير الفني الكلام ده، بدليل تصريحاته اللي كان بيقوله
يقول لك صح. ان انا جاي بس طب سافرت ليه افريقيا وسافرت ليه البطوله العربيه. فروحنا عايزين نسال الاستاذ اسلام على الاصابات الونش. الونش اخباره ايه صحيح؟ ايه اللي حصل بالنسبه للونش وايه مدى اصابته يعني؟ اصابه الونش هي اجهاد ولسه يعني ده التشخيص المبدئي يا كابتن فاروق ولسه هيروح يعمل اشعه. وطبعا انت عارف هنا الامور بتحتاج وقت كبير علشان طبعا مش متوفر موضوع الاشعاعات بسهوله هنا في دروه. طيب اخيرا انت بتاكد لي ان بالرغم من الفوز يا كابتن اسلام لكن الجماهير المصريه المتواجده في الاستاد النهارده المتواجده حواليك ما كانتش مبسوطه. انا بكلمك وانا وسط الجماهير المصريه دلوقتي واحنا في مطار جروه ومتجهين دلوقتي الى للسياره يعني عشان ناخد الطياره عشان نرجع الفجر. وهيكون على متن الطياره كمان اكرم توفيق اللي هيرجع معانا يعني في الطياره طبعا علشان يبدا اجراءات العلاج الخاصه به بعد طبعا اصابته بالرباط الصليبي. فانا بقول لك الجمهور طبعا لا الجمهور كله مستاء. يعني ما في حد بيتكلم غير على سوء الاداء وعلى عدم قناعه الناس باداء المنتخب رغم الفوز النهارده. احنا نتمنى ان شاء الله يعني الشكل الفني يتغير يا كابتن اسلام في مباراه السودان وبعد كده ان شاء الله في المباراه اللي بعد كده ان شاء الله في حاله الوصول لدور ال 16 ترجع لنا بالسلامه يا اسلام ان شاء الله مفتقدينا. لا يتعشى في الطياره. ربنا يكرمك يا فاروق. ماشي حبيبي. وحشنا يا اس والله. والله يا اسلام امبارح هو بيركب الطياره بيطمن النهارده الصبح امبارح هو قاعد يطمن عليا بالليل ونام كويس عشان عندنا حلقه بكره كويسه. لا اسلام بيقوم لا وبعدين خلي بالك ان هو بيجيب النهيه يعني قال لك انا في مسؤولين تاكد ان هو فعلا اتكلم مع اكبر راس في البعثه عشان ان هو يقول توصل بالسلامه يا اسلام ان شاء الله ونستقبلك ان شاء الله على خير بامر الله كده. لا والنبره لا منصور خلي بالك اسلام راح كسبنا الحمد لله يعني لا وشه حلو.